بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين، مع كنز جديد من كنوز السنة لا يعلمه كثير من الناس. ندور إلى هذا الحديث العظيم، ذكر يقال بعد كل صلاة، بعد كل تلاوة القرآن، بعد كل ذكر أذكار الصباح وأذكار المساء. إذا هناك إن قلت هذا الذكر كان يطبع عملك الصالح بطابع ويختم عليه إلى يوم القيامة، ويكون بمثابة أمن وأمان ورفع لهذا العمل وقبول لهذا العمل. ربما البعض منا أو كثير منا يعرف كفارة المجلس، لكنه لا يعلم أنه إذا قال هذه الكلمات بعد عمل صالح يطبع على هذا العمل الصالح بطابع ويختم عليه ويحفظ له إلى يوم القيامة. إذن الذكر ده بمثابة قبول لهذا العمل. السيدة عائشة رضي الله عنها، والحديث الصحيح، قالت لها رسول الله: ما أراك تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات. قال: نعم، من قال خيرا ختم له طابع على هذا الخير، ختم له طابع على هذا الخير، ومن قال شرا كن له كفارة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شوفوا الإمام السندي قال إيه. الإمام السندي قال: يكون هذا الذكر مثبتا لذلك الخير، رافعا له الى درجه القبول، امنا له من عن حديد الرد، يعني امان لك ان العمل يرد عليك. تعرفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الاعمال بالخواتيم. ف كلنا بنعمل اعمال صالحه، يعني بنقعد كل يوم نقول اذكار الصباح والمساء، نصلي نوافل، نتلو القران، هل تدري يقبل هذا العمل ام لا؟ يبقى الذكر ده ختم على العمل عشان العمل يترفع، وامان من العمل يترد عليك بالله عليك. طبعا ده غير ان هو استغفار. طب ليه؟ طب احنا قلنا لو الانسان او جلس في مجلس تكلم في امور الدنيا، ربما في كثير من الاحيان يقع في غيبه وفي نميمه، فالكلمات دي بتكون كفاره للمجلس. طب ليه بنقولهم بعد الاذكار وبعد، عشان بعد، لان يجوز جدا انك اثناء الاذكار لم تكن حاضرا، لم تكن حاضر القلب، لم تكن خاشعا، لم تكن متدبرا وانت تقرا القران، لم تكن خاشعا وانت تصلي، ربما يكون في خلل في العمل. يبقى الذكر ده حتى في العمل الصالح بيجبر النقص في العمل الصالح، يجبره زي ما الامام السندي قال، يكون مثبتا لذلك العمل، رافعا هذا العمل الى درجه القبول، ويكون بمثابة أمن وأمان من رد هذا العمل عليك عن حديد الرد، كما قال الإمام السندي. ده مش كده وبس، ده هناك حديث أعظم من ذلك: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع عليه بطابع فلم يخسر إلى يوم القيامة. تعرفين يعني إيه رق؟ القرآن يفسر السنة والسنة تفسر القرآن. ربنا بيقول في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. والطور وكتاب مسطور في رق في رق في في رق في رق منشور. الرق عبارة عن لوح بيتكتب. الطور وكتاب مسطور في رق منشور، يبقى اللوح ده عبارة عن انت لما بتتوضأ وبتقول الذكر ده: سبحانك اللهم وبحمدك، لا اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، يكتب في رق ويطبع عليه بطابع او يختم عليه بخط، فلا يكسر هذا الرق او هذا المنشور او هذا اللوح الى يوم القيامه. بل اعظم من ذلك في روايه اخرى، وكل الاحاديث دي صحيحه، رواه الامام الحاكم، والامام الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين اللي هم البخاري ومسلم، قال: ختم عليه بخاتم فوضع تحت العرش فلم يكسر الى يوم القيامه. يبقى انت لما بتقول الكلمتين دول بعد الوضوء يكتب في رق ويختم عليه بخاتم ويحفظ هذا الرق الى يوم القيامه تحت العرش. طب بالله عليك، عايز ايه اكثر من كده؟ لذلك هناك روايات اخرى: من تكلم بخير كان طابعا على هذا الخير الى يوم القيامه، وان تكلم بغير ذلك كنا له كفاره. يبقى لما لا تصلي اي صلاه نافله او مكتوبه الا وتقول: سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، قعدت في جلسة ذكر بعد أذكار الصباح
بعد اذكار المساء بعد ما تتلو القران قول الكلمه دي سبحانك، في روايه سبحانك اللهم وبحمدك، وفي روايه سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، وفي روايه لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما فيش مانع ان انت هذا يجوز وهذا يجوز. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وقال هذا. فكفاره المجلس بتبقى فيها زياده في 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 بنكون جلسه خير، الحديث اللي فيه جلسه الخير الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، فيجوز ان تقول ذلك وان تقول ذلك. يبقى الذكر ده امان، امان لنا ان العمل يترفع. لو عمل صالح يبقى اذن بعد اذكار الصباح، بعد اذكار المساء، بعد تلاوه القران، بعد الصلاه، عشان العمل يترفع، عشان العمل كان فيه نقص نتيجه عدم يعني خلل في الخشوع، خلل في حضور القلب، خلل في قول الذكر ده. يبقى ده بيجبر النقص وبيطبع في طابع وبيكتب في رق ويطبع. اذا كان ده بيحصل في الوضوء يبقى بيجاز جدا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثاني طبع يعني ختم له بطابع على هذا الخير، ختم له بطابع على هذا الخير، ومن قال شرا قال له كفار. لما بتقوله بعد الوضوء يبقى ضمنت ان الوضوء اتقبل، فبيكتب في هذا في رق ويختم عليه بخاتم ولا يكسر الى يوم القيامه، يكتب في لوح ما يتكسرش ابدا. وفي روايه ثانيه اللوح ده بيتحفظ تحت العرش. فبالله عليك يعني نحن نعمل اعمالا صالحه كثيره ولا نعلم اذا كانت تقبل او لا تقبل. يبقى ضايع، يبقى ده كده، يبقى الذكر ده كنز عظيم، لان ده امن وامان من عدم قبول العمل. يعني العمل هيقبل، العمل بيقبل، لان انت بتجبر بيه النقص في هذا العمل، بتجبر بيه النقص في هذا العمل، وبتستغفر ربنا سبحانه وتعالى عن اي خلل اثناء العمل. فانا هكتب لكم كل الاحاديث دي تحت الفيديو، يا ريت تنسخوه وتشوفوه، ونشر هذا العلم فيه ثواب عظيم، من علم علما في الله اجر من عمل به يوم القيامه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. وشوش تفعيل الجرس واشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وتساعدوني على نشر السنه الرضويه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.